Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today I'll be reading Surah At-Tariq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراعب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم جزاك الله خير. Thanks for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merito.